من ضمن الأسئلة، هل ينفع بعد نظم معلومات إدارية 4 سنوات أدخل هندسة حكومي؟ الإجابة هي لا، ما ينفعش إن احنا ندخل هندسة حكومي، لأن الهندسة بتتطلب متطلبات إنك تكون خريج علوم رياضيات وتكون جايب تقدير معين، وكمان إن سنك ما يعديش بهذا الموضوع، زائد إن التحويل بالنسبة للجامعات أو المعاهد أو الأكاديميات بالنسبة لها صعب، فعشان كده لا يمكن هذا الموضوع. لكن أنا نصيحتي بلاش نرهق نفسنا إن احنا ندخل حاجة هي مش في إيدينا، نحاول نشوف أمور أخرى علشان تكون بالنسبة لنا واضحة. وأنا نصيحتي لو أنت مهتم أو مهتمة يا دينا بمجال نظم المعلومات، اشتغل عليه وان شاء الله ربنا يكرمك وتجد فرصة عمل. ممكن تشتغل في امور خاصة بالنظم او الناس اللي بيشتغلوا في حاسبات ومعلومات، ولو تشتغل بقى في الامور الخاصة بالجرافيك والحاجات دي والبرمجة، عايز اقول لك في ناس اصلا في ثانوي بيشتغلوها، فمش شرط انك تكوني خريجة نظم ومعلومات المتشتغلية. بلس بالاضافة ان ده كمان تضيع وقت، انك تخلص 4 سنوات وبعدين تدخلي هندسة تقولي بقى كان حلمي والكلام ده، سيبك من الكلام ده، نركز في اللي موجود وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير.